اهلا وسهلا بكم في المجلس كوكب الارض تبومواري كندا. اهلا بكم المجلس جامعة تكريت قسم العلوم المالية والمصرفية. اهلا بكم من كوكب الارض المدينة السياحية. اهلا بكم كوكب الارض من كلية الحدباء جامعة المرحلة الرابعة هندسة تقنيات حاسوب. اهلا بكم في البشير من جامعة تكريت كلية الهندسة. اهلا بكم في سوق سوق الليلة جمعة. كلية القانون. اهلا بكم في البشير من معهد ابو غراق. اهلا بكم من الموصل الحدباء. اهلا بكم في بشير من كوكب الارض الى الفضاء قسم تقنيات تمريض جامعة الموصل. اهلا بكم في تقدرون تشوفون وتسمعون بث السفينة الفضائية مالتنا كل يوم جمعة الساعة 9 على قناة دي دبليو العربية، وتقدرون تواصلون من محطاتنا داخل حدود كوكب الأرض المتوفرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي تلقوها هنا. أدري أنت ما تحكي يوم يوم الجمعة، يعني شو معناته تعالوا شوفوها يوم الجمعة؟ اليوم أربعاء احكي يوم الأربعاء. يا والله كل مرة تفهمني بسؤال يخليني أفكر جديا إنه أنا ليش جابك وياي هنا. أسئلتك أذكى من أسئلة مقدم عراقي أنا أعرفه. سيدي أنا صح أشتغل هنا كوبايلوت وفيرست أوفيسر، شلون بالإنجليزي؟ حتى إذا غلطت تتجاوز حدود الكلام ما مسموح لك. هاي شنو السايق؟ ها؟ حدود ومواطن نمساوي صاير براسي. العفو سيدي، منو مقدم برامج العراقي قلت لي؟ منو غيره؟ نزار. منو بينا ما يحب يوزر سيف؟ منو بينا ما يحب قصة نبي الله يوسف؟ هي تمثلت صحيح، الوطن العربي كله تعلق بشخصية يوزر سيف، وتخيلوا اليوم أنا حاور يوزر سيف اللي هو مصطفى زماني، خوبي سلام. ستار يا حافظ يا ستار يا حافظ، اللهم يستر على هالحلقة ويستر على اللي صار راح يصير بالعراق من وراء، إنه بملتقي بواحد مثل دور نبي. شو راح يخلصها؟ نزار حبي، هذا مو يوزر سيف الأصلي. هذا ممثل اللي طلعوا بالمسلسل لا صدق آمون ولا صدق يوزر سيف النبي ولا صدق زليخة، ممثلين كتبوا لهم النص حفظوه طلعوا ومثلوه. يعني شلون اشرح لك؟ ما هذا شقن عن هذا كل همه باللقاءات البوسة بالافلام صدق له تمثيل. الله سبحانه وتعالى بالقران يقول وهمت به وهم بها لزليخة الحقيقيه. انت مثلت هذا الدور، عشت الاجواء، هل فعلا حبيت الممثله زليخه؟ صارت مشاعر بينك وبينها؟ نزار ابني بالقصه الاصليه هي همت به وهو ما قبل، فما اعتقد بالمسلسل راح يسوي لك ابديت ويصيرون كابلز فور ايفر. تخرب المسلسل نزار اذا صار اللي براسك، يتغير مسار التاريخ نزار. بعدين مو كل اثنين يمثلون دور حب، يعني صدق يحبون. صارت بس بمستر فيلم مستر ومسز سميث. بس عندك مثلا انجلينا جولي نفسها لما مثلت ويا انطونيو بانديراس فيلم الخطيئة الاصليه اوريجينال سين ما حبه ولا حبته، وكان تمثيل بروفيشنال يعني قمه الاحترافيه. كان هو كان متزوج رجال بوقتها وهي كانت مرتبطه فطلع راسك من الشيء يسمونه نزار. هل فعلا حبيت الممثله زليخه؟ صارت مشاعر بينك وبينها؟ لا صراحه انه انا ممثل ما بوزقها لطمك. يجي احسن قال لك انا ممثل مو سايق. احنا مو احنا ما عندنا مو ناس ما عندنا شغل وعمل غير نحب هاي ونحب ذيك. احنا ما نسوق عنا على السقف نزار. ممثل والله ممثل مو يوزر سيف الاصلي والله نزار. افهم، هل انت حلمت بنبي الله يوسف؟ جاك للحلم زارك هو؟ انت قبل ما تفكر بيه تقمست شخصيته، هل فعلا رايت نبي الله يوسف بالحلم؟ حلمت بيه لو بس انت تنام ونومك رغد ماكو يحلم بيه؟ شنو هاي؟ شنو هاي نزار؟ شنو هاي؟ ليش احلم بنبي؟ ليش؟ يعني يجي يعطي موافقه على تمثيل الدور لو شنو؟
ليش يجيب الحلم نزار ليش؟ يعني هذا السؤال فكرت بيه لو اجاك بالحلم وسألته له صاحي انت نايم شنو هاي حركة اللالنجي اللي سويتها هسه؟ شنو هاي؟ سدي يا وردة فتحي يا شنو فعاليات مال ماما ايسر هاي؟ شبيك نزار؟ ولك هذا قدامك ممثل مو المقصود ممثل اطلع من الموضوع اسأل عن تاريخ الفني اسأل سؤال بحظ بس شوف لي هذه عيونك حقيقية هاي لو عدسات شو عيونك ايش حلوة بالحقيقة كافي ابداع الله الخاطر الله لو الله عنده خاطر يمك عيونك ايش حلوة بالحقيقة ماكو اوراق قبل كانت اوراقنا اشقها من تطلع انت وتبرد اعصابي هسه السفينة كلها لمس اي دوسة بالغلط اطب بثقب دودي المسك بقفة ايدي نزار ارجعك نزار الورار شلون يعني اسئلتك مال واحد ضايع حذاه ومحتاج سائق ايه حبيبي ممثل جابه من ايران ومحصل منه مقابله حتى تقول له عيونك عدسه الماكيره ساره قدامك لك نزار نزار انت ايش تتمنى يخلص اللقاء ويخلص البرنامج حتى بعد ما اضطر اشوف نزار بشرفي والله العظيم خلاص خلص انت شو رايك بموضوع استاذ نجم يعني انا والله يا مرات واحد يجي يقول لك انت تفضل استاذ هاي الاوراق كلها لك خاف تعصب كلهن لك لنا ماشي انا راح اقول لك انا اريد اقول شيء شكرا استاذ شكرا استاذ نزار غف والله العظيم انت لا اقف عدل اقف عدل سيتزم حدودك انت منو فتح عيونك على هالسوالف انت عراقي ايش جابك على الحدود 600 خليفة 100 100 ميتنا جيتنا اي نعم هي نفسها شبيها شبيها 100 ايش عندها بالحدود انا شفت لها محاضرة باكسفورد انت ما شفتها لا والله ما شفتها انا شفت نعيم العبودي باكسفورد نعيم العبودي نعيم امبوسيبل ايش عنده باكسفورد عف نعيم نعيم راح لأوكسفورد وقضاها قاعد بالنادي مال كلية ولا أحد عبره من الكادر الإداري مال الجامعة خلينا بالأهم ميا خليفة راحت لأوكسفورد نعم راحت لأوكسفورد وقالت بمحاضرتها إنه لازم نخلي حدود على المستوى المهني والشخصي فأنت منه وجاي خلي حدود بيناتنا رجاءً Good evening everyone It's such a pleasure to see so many of you here tonight and we're very very honoured and pleased to welcome ميا خليفة Wow, this is very nerve-wracking, extremely intimidating. This is a room full of young, intelligent people, and I'm here to talk about boundaries to people who have amazing heads on their shoulders. So, صفقة كلش كبيرة المية صفقة. صفقة. وكعادتها مية حطت إيدها على الموضوع على الجرح. شنو رأيك غصون؟ عدم وجود حدود هي المشكلة الأكبر التي يعاني منها الشعب الذي يسكن بلاد ما بين النهرين والله عمي غصون انت ذهب والله انت الجنبدة انت الألمازة والله انت عطرها ما ترهم هاي ترى الألماز ما بي عموما فعلا عدم وجود حدود هي المشكلة التي نعاني من عندها انعدام الحدود يبدي من الطفولة من أول صورة ياخذوا لك ياها وراء الطهور وتبقى هاي الصورة طاردك لآخر يوم من عمرك اوه يا حبيبي شوفي شو عشان أحمر اوه دي شوفي شلون كان صغير دندول هو بعده صغير ليه هسه بس احنا ما نحكي عيب على مود مشاعره ماكو حدود بينك وبين اهلك الام اللي تشفت على غرفتك وانت نايم بدون ما تدق الباب بدون ما تحسب حساب انه انت احتمال دت تقاوم طائرات مثل السائق الاب الاب اللي جر تليفون بنته فجاه بدون ما يلزم حدوده قبل لا تلحق تمسح المحادثه ويا ابو بايتي الحدود اللي وصاحبك اللي بصفك بدون اي احترام لوجودك هذا نفاق اجتماعي ليش علينا اي غصون انت المفروض سوفت وير ما ادري عندك حاسه شم بصراحه سفينه ومغلقه وبيها انت وعلي وفيديوهات حيدر البرزنشي شلون ما اشتم بعد فعلا يا ساره السلطات التنفيذية نفسها مدى يعرفون حدودهم وين بحيث حاطين شفل بالنص ويتراجعون بالبيكيسيات أظهرت مشاهد مصورة إصابة أفراد من الشرطة الاتحادية بعد اشتباكات حصلت بينهم وبين فصيل المسلح اللي صار باختصار
انه الشرطه الاتحاديه اشتبكت مع مسلحين تابعين لفصيل مسلح بعد ان قام فصيل مسلح بتجريف بساتين زراعيه ومحاوله بيعها كقطع سكنيه. وقال مصدر امني ان الاشتباكات اندلعت منذ الفجر في مناطق البعيثه وعرب جبور وحي دجله. وخلفيه الموضوع بحسب بعض التسريبات ان هناك خلافات قديمه بين الفصيل المذكور أو جهة معينة أو مواطن ما على عائدية قطعة أرض بالمنطقة، يعني الخلاف على فلوس. يعني الشرطة الاتحادية عايلين لأنه تجاوزوا على حدود دولة كتائب حزب الله، داسوا عتبة مال غير دولة. ودوست العتبة عليها 8 جرحى. وشلون دولة يانعة؟ ماء خضرة دا تتجرف أراضي بيها حتى يوزعوها حتى يقعد بيها الوجه الحسن. يعني هو مو كلش حسن يعني هو ربع حسن بالحقيقة. هو نمونة فالاتحادية ما ذيك الدولة عبور الطابقين حسوا بالغيرة واجوا يريدوا يوقفون مسيرة البناء والإعمار والتجريف والفرز والبيع الزراعي، فصار اعتداء دولي. تركيا مو فاتت فوقها طيارة روسية وقعتها؟ تجاوز على حدود دول. البالون الصيني هو مو نفاخة، نفاخة عبرت الأمريكا من الصين، انقلبت الدنيا بأمريكا. السيادة عمي كل شيء ولا سيادة، بس احنا يعني نعرف حدود دولة الكتائب يمجر في الصخر. شو ما شاء الله دي يتوسعون شمالا، اذا ظلون على هالرنة بعد 6 أشهر يوصلون لحدود دولة الحكمة. بعدين معروفة يا كل دولة وحدودها بالعراق، العصائب وحدودها تمتد لشارع فلسطين. حزب الدعوة حدودهم بالخضراء، والشرطة الاتحادية حدودهم في مقتربات ساحة النسور. يعني بس الاتحادية يعني هم لو بس طابين باحترامهم يعني اطلب فيزا زيارة يا اخي، اطلب سياحة يا اخي، مكيف جايب شفر وجاي تايه هي. اذا تسالني شو وقت رسمت الحدود وشو وقت صارت هاي الدول، اقول لك عندما بلغت القلوب الحناجر ولم يكن احد متواجد في تلك المناطق اللي هي كانت مرتع للقاعده ولداعش وهي حزام بغداد حقيقه. فكان في قبل الفتوى، فتوى الجهاد، يعني كان وجود لفصائل المقاومه هناك، ليست فقط الكتائب بل هناك فصائل اخرى متواجدة. بعد تأمين هذه المنطقة والحفاظ على أمنيتها وفق الضوابط والسياقات والانفتاح، صارت كل من له ياه اللي طب أول ياخذ له قاع. أنا وصلت، أنا أول، هاي قاعي، واللي يوصل لها انترست للحناجر. وسوينا دولة ناشئة ومستوطنات شوية شوية، عودنا يعني نسوي دول تنعم بالرفاهية والديمقراطية والكتائب. باشر تلقى بالأمم المتحدة مندوب دولة البعيثة ودولة جرف الصخر ودولة الطارمية، واحتمال يتحدون يصيرون مثل الولايات المتحدة الأمريكية ويسوون الفصائل المبتعثة الذيلية. شو الأمريكان أحسن من عندهم؟ نجمل كل فصيل على العلم وخلص. بس دقيقة، لا يراد إنه هواية نجوم هيك هذا الحج. أوكي نسوي العلم هيك. ودستورهم كلش بسيط، والله شوف هذا الدستور مالتهم، شوف هذا الدستور مالتهم. المادة رقم أولاً وأخيراً، إذا طقت الطقاقة إحنا دولة وريد تخصيصات، وأنا على الوالد والدي اللي يوصل لي ورا ما أخذ التخصيصات. وشعار الدولة كلش سهل، الله القاع الفرز الزراعي. زين خلنا نفتهم بالله من زبوق من الزبابيق، إيش صار بالبعيثة بالضبط؟ تعرف الناس خافوا وصارت اشتباكات مسلحة وكذائيات. أنا ما أعتقد أنه هذه الحالة أصابت المجتمع العراقي والجو البغدادي بحالة من الهلع والفزع، بالعكس الوضع طبيعي جدا ولا يوجد شيء، لأن المنطقة منطقة بعيدة عن مقاربات بغداد وما حصل تم تداركه. بالمناسبة ترى جرحين فقط وجراء جراحهم طفيفة والآن تماثلوا إلى الشفاء. اللي اترامه مع الشرطة الاتحادية هم لواء 46 اللي هم أصلا كتائب شخص حزب الله. هو شخص واحد ترى، شخص هو واحد. شخصين ترى بالمناسبة، شخصين اللي تراموا مع الشرطة الاتحادية، شخصين اللي صار الحادث هذا صار، واللي موجودين مكلفين بحماية المواد اللي موجودة هناك. طيب. في هذا المكان يا بس اثنين جراح طفيفة وبنفس اليوم صاروا زينين، دي يلعبون كول اوف ديوتي، سووا ريسبون رجعوا سلامات، لقاح ما تيفو دي ضربوهم شلاق على الخ. وهو شنو المواد الموجودة هناك في هذا المكان اللي من ورا هاي المواد وقعوا جرحى وصارت اشتباكات؟ مبروش تمر وعجين، وجايكم العيد الكبير والولد يجهزون كليشة العيد كله محشي. طبعا الشاوية كلش مرغوب ولازم حلو زايد.
حلاوة ومثل للياكل من عفقنا. فاتتها حسام هاي الأغنية والله من كانت المنطقة بستمر والله هسه بستمر من ناك والله الولاد ما ناقصهم بس بابلو. سوالف لي حيدر الزابق شنو اللي صار مرة الأخ؟ تعرف حضرتك تصير هاي الاحتكاكات بين القوات الأمنية وشفناها مرات صارت بين الجيش والشرطة يصير بين المرور وبعض الجهات الأخرى مو فقط في بغداد. حكومة ترمي على حكومة. أنا كان بودي تصير يعني تدري أنت شخصية الفرد العراقي تصير احتكاكات تصير اصطدامات أكو سوء فهم أكو خطأ من قبل القوة قد تكون اللي ذهبت إلى هناك تعاملت بطريقة عنف لا أو دكتور ردوا الأخوان بطريقة معينة. يعني فعلا أخ زابق تحليل محتك راح أسميك من وراي حيدر حكة بس فعلا إيه بس فعلا شخصية الفرد العراقي شوية تحب احتكاكات واصطدامات الشغلة مو شخصية يعني عالقابات. إذا مو الفرد المحتك يطق لثمان نفرات كل ما تصير احتكاكات ويقلب الوضع حكاكي ما يعتبر فرد منضبط. بعدين احنا في الولاد متعودين يضربون كليتشه ويقفوها تحك حك. هذه احداث حصلت كثيرا بين الداخليه والدفاع بين الرد السريع والداخليه بين سوات وبين غيرها دائما تحصل هكذا ومعروف كل عسكري وكل امني يعلم ان هناك بعض الاصناف لديها تشنجات لديها حساسيات معينه وبالتالي هذه قضايا تحصل على الدوله ان تخضع الجميع الى القانون تحتكم الى القانون وبالتالي تحاسب سواء كان ضمن المسلك أو ضمن القضاء تحاسب المخطئين والمتجاوزين. طيب. وأعتقد أن الموضوع ليس بهذه الضخامة التي تتحدث عنها مجرد ميانة زفرة بين بعض الفصائل وبعض أفراد الشرطة الاتحادية ما أدري ليش مكبرين الموضوع الجوكري ولد السفارة. شوية معلوماتك قديمة يعني بالحقيقة والواقع هي افترت شو من مدة فتي من جوكرية من خوات السفيرة وتاهت والله. يلا نرجع لحيدر حكة زابقنا العزيز حبيبي ليش ما تحكنا التحليل وتحكنا الحقيقية للاحتكاك اللي صار العركة على شنو؟ أكو أرض تم شراءها لتوزيعها على عوائل الشهداء اللي يخصون الأخوان. هذه الأرض تقريبا يعني مجموعة من الدوانم أكو دونمين أو ثلاثة تعود لشخص معين هذا الشخص ما امتنع عن بيع هذه الأرض. الأمر أنه أحد الأخوة اللي متواجدين هناك استغل هذا الموضوع وراح مستعين بالأخوة في الشرطة الاتحادية من خلالهم جايب البلدية. فجأة المتواجدين هناك في هذه الأرض شافوا أنه كشفلات جاية بدون أن يفهموا ملابسات الحادث ما هو. هذه أرض مملوكة لهذه الجهة أو لعوائل الشهداء أرادوا أن يجرفوا هذه الأرض وشفنا الكرفانات صايرة احتكاك صايرة مشادة. واحد أدب سز مو حيدوري مو يمك الموضوع ده أحكي على هذا بالقاع. واحد عنده قاع فراح خابر على الشرطة لأنه جو بقى وقاع قال بالله 100 مليار مرة أقول للعراقيين أكو واحد يخابر الشرطة على الكتائب. أنت قاعد بدولة الكتائب بابا هذا يعتبر تخابر ويا دولة أجنبية هاي استعانة بحليف خارجي ضد سكان البلد المكتئبين. أنت مخبل حبي زين أنتوا الإخوان بالكتائب يعني الله يسلمكم يعني ما بيها شيء يعيش واحد وياكم من النيتف وهو مكتئب مو مكتئب. الرجال ما يريد يبيع واحتمال حابكم ويريد يعيش وياكم. انتوا عندكم مشكله بالتعايش لا سامح الله؟ لا ماكو صدق القائد العام للقوات المسلحه وين؟ توجه رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني وزير الداخليه عبد الامير الشمري لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحق مثيري الشغب ومطلقي الصفات المسيئه داخل الحرب. وشدد السوداني على اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية لردع هذه الحالات الدخيلة على شعب العراق والبعيدة عن أخلاق شعبه، فيما تعهد الشمري باتخاذ كل ما يلزم من أجل الحد من استفحال هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تستفحي مؤخرا في الشعب. بلش 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 القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية قاعدين باجتماع وصار بها توجيه من القيادة العامة للقوات المسلحة. يعني شكو واحد بيك يا عراق مثير للشغب راح يلزم الشغب يفصخه اسمه الشغب مو ثلاث حروف مو اوكي الشغب ثلاث حروف
ده يقول ما معناه الشين شقوا حلقة اللي فيه الشغب، الغين غير شق حلقة اللي فيه الشغب، الباء بس ألزمن اللي فيه الشغب إلا شق حلقة هيك 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 هيك. شلون أستاذ نجيب شلون؟ هيك هيك هاي ألزمن من حلقة من حلقة وشق حلقة هيك بالضبط. ها يا غصون انحلت. لكن هناك مشكلة، هو كان يتحدث في المجال الرياضي حصرا. عفوا صوتك كان يقطع. كل شيء ما بصوتي وسمعتني واضح، بس التصريح كان يقطع. لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الشغب ومطلقي الهتافات المسيئة داخل الملاعب، وشدد السوداني على اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية لردع هذه الحالات الدخيلة على ملاعب العراق والبعيدة عن أخلاق شعبه، فيما تعهد الشمري باتخاذ كل ما يلزم من أجل الحد من استفحال هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تستشري مؤخرا في الملاعب. اهتمام دولة رئيس الوزراء بمثيري الشغب بالملاعب العراقية، بينما السيد محمد الشاع السوداني يتجاهل قضية البعثة البارحة وتطاول الفصائل على الشرطة الاتحادية. مسألة الملاعب والشغب في الملاعب، أنت تعلم أن هذا مسألة كبيرة جدا وتؤثر على المسار الرياضي واحتواء الدورات واستضافتها في العراق، ولكن مشكلة الشغف في الملاعب تعلم أن أنا لست متخصصا، ولكن نعلم أن الجمهور الإنجليزي عوقب لسنوات عديدة بسبب الشغف، فبالتالي هذه مسألة تصدر إلى خارج العراق ويمكن أن تؤثر على الاتحاد الكروي للعراق. الجمهور الإنجليزي يعني هو كل من يمد شو اسمه على قد يعني بعد شو سوي، جبناها من مغلس إلى مغلس، والقائد العام اللي ما يلزم حدوده يقرصوا له خدوده. استاذ نجم شنو رايك بالموضوع؟ مع تحياتي. شكرا استاذ نجم. شكرا حبيبي استاذ علي. هو نجم ايش جاب السفينه؟ ما يعترف بحدود الفضاء وشيت علينا. شنو اخبار باقي الدويلات داخل الدوله الواحده؟ دولة طاجستان تعيش مشاكل اقتصادية مما دفعها الاحتكاك بحرس الحدود الدول المجاورة. ما فهمت، وين صايرة هاي طاجستان؟ غصون طاجستان وين صايرة؟ تقع دويلة طاجستان في الشمال الشرقي لدويلة جند الإمام، وتحاذيها من الجنوب دويلة الكتائب. ها وش بيهم دولة؟ احنا بالبداية اول راتبين استلمناها من الامن الوطني، استلموه وانطوا لحجر الدفاع. نعم. ايش قد كان الراتب في وقتها؟ كل عمليات وزعت شكل، يعني اكو ناس سمت 500 واكو 750 واكو 900. نعم. شهرين. نعم. وراها بعد يعني هابل 2014 وراها. نعم. بعد ما شفنا اي راتب او اي دعم من الارزاق. احنا تعبنا كافي وانتم كلكم تدرون احنا سوينا اللي علينا سوينا، احنا مو دولة، احنا جاي نوصل صوتكم للدولة. تعبنا وكلنا من مالنا الخاص، الراح فدوى لكم وتعبنا هم فدوى لكم. هاي خلصت المشكلة، انتهى الموضوع. تعبوا والتعب فدوى للعراق ومن مالهم الخاص وخلص، ما ظلت مشكلة. المشكلة وين؟ وين المشكلة حبيبي؟ شو اسمه هذا؟ هذا شو اسمه؟ هذا مو طعيس. سعد. سعد شنو ايش بي؟ مسالمين لطيفين كيوتين طعيس وولي عهده سعد الشمري، تعبوا من التعب وراح التعب فدوة وسووا لي عليهم وبدون ثمن. تأمرنا بشي حبيبي؟ تريد شي أبوي؟ عمي أنا راح أتبرع من جيبي لكم مكافأة نهاية خدمة. يا الله هاي جبت لك، هاي جبت لك. سوري هاي لك علي مصمص. هات هات هاي جبت لك. ألعابك شو تسوي هنا أنا بجيبي؟ آسف سيد الظاهر بس بطروني بالغلط أنت. ولا يهمك. بس تاخذ حبيبي ولا سعود ابو سعود حبيبي ولا يهمك، انا راح اتبرع لك بقلم ابو الكاميرا. هذا انطيه لطعيس قول له الصوت الجاي مو كافي، التسريب الجاي يريد صوت وصوره وصوره للمالكي. اذا ما تعرفون من وطعيس، فطعيس هو كان اللي يسجل للمالكي بالتسريب وقال له يم المصعد هذا كل شيء ما وراه فارغ. فهاي بالمناسبة السعيدة طعس الطعيس على هاي الحقيقة اللي طلعت من حلقة. خلص ما عندهم مشكلة، ايش بيهم ذول الكيوت؟ احنا نقول لهم هذه الفرصة الأخيرة. نعم. لأنه اليوم احذر الحليم إذا غضب. طع
طرقنا كل أبواب الدولة طبعاً. نعم. كل أبواب الحكومة العراقية اللي هي تابعة مثلاً وزارة الدفاع أو هيئة الحشد، ما خلينا مكان ما طرقنا بابه. والوزراء الدفاع كل وزير دفاع أول ما يستلم يقول يجب إنصاف مظلومية حشد وزارة الدفاع. نعم. عشان لي خبر ما حد ما أطلع من جوه إذا مو يعلنون علناً، وش علناً يعني مو كتاب رسمي. أنا حتى من كتاب رئيس الوزراء ما أريد، أنا عندي كتاب رئيس الوزراء. بارك الله فيك. أريد لجنة الأمن والدفاع تقول ذولا فقرة ضمن مواد 2023 واللجنة المالية. وإحنا وياك للموت، إحنا وياك للموت. هد وشوف. يعني من هاي الناحية فعلاً لازم يحذرون. الحليم مشكلة إذا غضب. إحنا نتذكر آخر حليم غضب. قصوا أذان. اسف كمل، اسف اعتذر غلطاتك. الجيش شال سلاحه على الحشد الشعبي، رجال الحشد الشعبي في كل مكان، الجيش العراقي نصع سلاحه علينا بقياده انا مقدم اسمه ثوره. هذا المقدم رفع صوته علينا ورفع صوته على العمامه، عمامه رسول الله. سهله والله لعلمك عليه. الله لعلمك. عيني شيخ، هاي هددت ضابط بالقوات المسلحة العراقية لين رفع صوته عليك؟ انت شو طلعك بهالليل اصلا؟ انت وسماعتكم الواير. ها منو دي يصور هنا؟ الحاج سعد الشمري؟ يعني مو على مود شيء، بس الزاوية شوية. ليش هيك عصبي سعود حبيبي؟ على كيفك، على كيف. شوف 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 هاي شوف شوف شو تقول بابا. اي طعيسيو، اي طعيسيو. اهدا حبيبي اهدا، انتو كيوت. ما يصيرش تدقون بالقوات المسلحه، هو انتو حشد الدفاع تدقون بوزاره الدفاع وتريدون تخصيصات من الدفاع؟ لا تخبلوا طعيس. انتو شلون عايشين اذا ما عندكم رواتب ولا تخصيصات؟ شو عايشين؟ واكو يبيعون قنيه الغاز اكثريه العالم تتذكر، انت تعرف اكو عالم قنيه ثلاث يشهد الله يبيعون قناه غاز ويسعدون بيها، او كيس الطحين. والله اكو باعوا قناه غاز وكيس طحين. انا اعرف مقاتلين اجى يمي قاعد يمي، قلت له شكو الليل كله؟ قال انا بقيت تراكي مال بنت اخويا عند اخوه ضابط ومتمكن مشتريها تراكي. قال بقيت تراكي ذهب ولبس والتحقت بيها. هاي شنو السايق؟ اوقف حاج بس دقيقه، انتوا المقاتلين مالتكم حراميه؟ هذا المقاتل مفتخر بيه بايك تراكي بنت اخوه؟ تمويلكم تراكي وقناني وكاس طحين؟ هذا المقاتل حرامي، روح بلغ عليه حبي، لانه اذا سمعت بالعويه حراقه تحرق على القنطره. انتم مستحوذين على معمل مال غاز هالايام؟ شو هواي تبيعون قناني وتلتحقون؟ زين ايش تاكلون لعد خطيب بالمقرات؟ انت من المجاهدين الابطال اللي صار لك 5 اشهر حتى بحاجتك ما شايف. هو اكل مثل البشر ما تقدر تدبر. يعني اكل الشيء البسيط، يعني هسه تلاقين ابو حج الدفاع من يلتحق وهاي تلاقيه يحكي شوربه مثل هاي الاكلات، ما يقدر يعني شو يسوي؟ يعني مال بالدوام او يصعد يقدر يشتري لك لحم او شو يسوي؟ لا ما يقدر. شلون اطبخ اللحم اذا القناني كلها مبيوقه؟ اقل حمايه راد لها ساعه ونص بالجدر، والقناني وتراكيات المحافظه كلها بايعيها. رجع التراكي مال بتخ ضابط لك رجع. اوقف خلنا بضحى زين دقيقه. اي واحد ضابط ضايع تراكي بته وعنده اخي دام بلواء عمه البقيع، التراكي يا مسعد الشمري. اكرر، التراكي يا مسعد الشمري. سعد الشمري معروف بالمنطقه، كلش معروف بالمنطقه. يعني هو وش قاعد تجيب راسي غلط، ما دا افتهم انتم من 2014 ليه هسه تقاتلون؟ شو تقاتلون انتم؟ انتم قاضيه شوربه، سوء تغذيه صاير عندكم انتم هسه، وانه مطلوبين قضايا جنائيه سطو مسلح على بالضابط. اخاف تجيهم تهيؤات مال القتال ذولا من ورا سوء التغذيه. يجيك المقاتل سعد الشمري بالليل، طا 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 طا، ايش بيك عمو؟ ايش بيك حجي؟ ارد انام بنصكم، حلمت حلم مو زين. قتال ومعركه وشوربه صعدت على قلبي وطا طا طا خفت. تعال حبيبي خمامك الرقي، تعال تعال نام بحضن طعيس. الله لا ينطل باقي القنينه، كان هسه طابخ لكم لحمايات مرق بوتيته. ما عليك سعودي حبيبي بهذا الجو المشحون، اخذ دبدوبك وروح نام. يلا يلا روح نام يلا. بس سعودي فدوه لخذ يداتك، متروسه لحم ما شاء الله، مو مال واحد بايع قنينته، مال واحد لاقي مصفى مال نفط ويبيع منه جلكانات، مال واحد يلزم سيطرات ياخذ خوات. خاف تخصيصاتك واحد انت. ملعون. انت ايش قلت بالضبط؟ كسر بجمع،
ايش قد تريدون انتم هذا الحرامي مال التراشي؟ يعني انا حتى قالوا لي يعني تقبل، قلت لهم اقبل بهاي الموازنه، قلت لهم اقبل بألف. ألف دينار؟ ألف دينار، قلت لهم عود بعدين احنا خلينا النوب الهم ما تنعيد الفكره ونفتر على النواب من جديد يبقى سوينا تعديل. لا اذا ألف دينار هاي عمي اخذ عمي جمعوا لهم على ألف دينار خلينا نخلص من هالمصيبه، ترى ما ظلت بس قباغه البلاليع مال المحافظه. وما نقعد الصبح نلقى الحفر كثرانات. يا دوب سترنا على ايش كم ترشيه والدفتين غاز اللي ظلن بدياله بشرفك. ذولا خطرين جماعه طعيس والله. طعيس وال40 ترشيه راح اسمي. وقف انا اتبرع لكم اذا على ألف دينار انتم كم واحد؟ انتم كم اعدادكم اساسا؟ احنا عددنا 20,000. 20,000 مقاتل. نعم. احنا اعداد حشد الدفاع الكليه 20,930 ذولا جرد الفحص عليهم في 2021. حشد الدفاع هو كان اكثر من هذا العدد. لا اوقف هوايه طلعتوا انتوا، انا اسف. انا عبالي حسبت 150 واحد. وقف دخل نفتهم 20,000 واحد من 2014 لليوم بدون تخصيص وقتال وشوربة، ويعني تسع سنوات صار اذا 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 ياكلون بس شوربة لمدة تسع سنين 7 مليار دولار يراد لهم عدس. هاي صار لكم تسع سنوات على ترشية بنت الضابط وقنية الغاز وجيس الطحين. وقف انتم بنيتكم سيارات وسلاح ولازمين سيطرات. هاتي الاخبار سلم يتوتر رصاص ويكشخ الطاري بس فلوس انتاج الاغنيه يقدر سعد طعيس ياكل بها بوتيته اسبوعين. ما تقول لي هاي التركيه سومريه هاي وباعيها اثار. اقول لك غصون عيون غصون شنو تشذبني. عموما هذا مو طعيس كان عنده سلاح متطور؟ نعم، ادعى انه يمتلك صواريخ عابره للقارات اثناء تسريب نوري المالكي. جاي نصنع صاروخ عبر القارات نريد نسوي، يعني عندنا فتشي ترساله صاروخيه قويه. زين؟ بس الان شنو اللي انتم محتاجينه؟ دبابات عندنا. دبابات عندنا، طيارات مسيره عندنا. مدرعات عندنا. مدرعات. اسلحه شتري. اذا تريد استعراضها من سوق الاستعراض. مجرد غطاء الان الغطاء المطلوب. كل شيء يسوي لك بس مرق لحم ما يقدر يسوي، ما عندهم غاز خطي. وتالي تبقون تراك البنيه خطيه، صواريخ عابره القارات. اقل صاروخ ينباع بالاسواق الارهابيه فد ب 400 مليون دولار ولاحقين ام البيت على قنينتها. وتريد ألف دينار هاك عم عمي هاك الالف عمي عمي هاي الالف بس روح من قدامي يلا روح. احنا نطبق علينا مثل اليوم مثل عنتره بن شداد، عنتره بن شداد بالمعارك يصيحوا له عنتره 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 من بالمعارك والشده. نعم. ومن ينتهي يصيحوا له ابن زبيبه. والله يا صديقي يا عنتر، ليش بسمينا عنتر من بدايه الحلقه؟ يا صديقي يا عنتر ما ادري ايش اقول، بس انتم من ما عندكم رواتب يعني انتم ما معترف بكم رسميا من الدوله، شلون لازمين سيطرات وعندكم سلاح ومقرات وسيارات عسكريه ومدرعات ودبابات ودرونات وصواريخ عبر القارات من 2014 لليوم ولابسين عسكري يعني ما ادري بصراحه. يعني اقل شيء سواه الضابط هو انه صيح عليكم. اعتقد المفروض كلكم تلزمون حدودكم وتبطلون تبقون تراشي. نرجع ونقول الحدود اساس كل شيء. حدود طعيس وجماعة قناني وتراشي، وحدود الكتائب جرف الصخر والبعيثة، وحدود نزار اللي عمرها ما راح ترسم، وانتو حدودكم تخليكم ويانا. اهلا بكم مرة اخرى. مرة اخرى مرة اخرى اقول لك تشبه تاكل شو تصير هواي ترى راح انزعج شو اسمه ولا عب شو اسمه على شو اسمه منا تدور حدود ومنا تمرط شو صار طلع عينك انت دي يلا يلا ليك دي يلا فارغ يلا العب بعيد الخايس المقطن جايب اشل عديان ابو اللفق يلا ليك يلا يا فرحان بداتك تشفت كانها مال فريد لفته حتى فريد لفته بطل ذني يلبسهن اني فريد لفته لا يا امعه جر منا وليك جر منا يلا جر منا يا 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 مدنفش سابقا والهسه لا استطيع ان افاكك انا لست حاجوزا تم تفعيل جهاز قول يا الله دعش وياك هو هذا كان اليف ما كان هيك شو قام يهوبز ويشمر ويقلد
والله هاي تالي هاي تاليها هاي كنت اقومه بعجل واقعده بجمع غصون شبيه هذا شو بيخضه بالجاردن ووضعيته ما مستقره ويشاوط بالمشي. جاري البحث عن المسببات المنطقية وغير المنطقية للكزبرة المفاجئة والقابات. الأسباب المنطقية لا يوجد. والله عمي صدقت يعني ما أقدر أحكي وياك بعد. الأسباب غير المنطقية يوجد. علي البصراوي مسحور. شنو؟ سحر؟ شعوذة هنا بالفضاء؟ شلون؟ شلون؟ أعمال السحر هي ظاهرة قديمة في مجتمعنا، لكنها تفشت في السنوات الأخيرة بصورة واسعة مع انتشار الدجالين والمشعوذين الذين يسعون لتخريب البيوت، لدرجة أن المقابر امتلأت بأعمال السحر عن طريق نبش القبور والدفن فيها. السحر في العراق معظمه هو من قبيل استخدام الحيل والشعوذ. الشعوذة أكثر مما هي سحر واقعي. أغلبهم يعني 99% منهم يعني يستخدمون الدجل في هذه الأمور. ظاهرة جديدة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، السحر والشعوذة والترويج لها من خلال تسويق عملهم عبر منصات السوشيال ميديا. علي حبيبي، علي دحكي وياك. علي ويا من دتحكي علاوي؟ ويا البيستي وعباس. شنو شو وقت عرفت هاي منية هاي معباس كوافير هاي؟ معباس الساحرة. شنو؟ مصادق ساحرة؟ ساحرة الناس بجمالها، ساحرة الكوكب كله. والله بصراحة كلها تحكي بيها. لك سحارة سحارة مكبر ويا سحارة؟ سويت لها علي؟ ثقلت عليها ولبستها وطيحت حبحبها. غصون تلاحقيننا. طبعا كثير من القضايا اللي انعرضت لوزارة الداخلية تعرضت إلى القتل وإلى الطلاق وإلى ما يسمى بين قوسين باللهجة الدارجة العراقية بهجمان البيوت. هذا عمل يقتل الناس، وهذا عمل يدخل المقابر، وهذا عمل يهجم بيوت الناس، وهذا عمل يفرق الأسر، وهذا عمل يؤدي إلى تفكيك الأخوة بعضهم البعض. امرأة أعدت سحرا لزوجها وعائلته، وأخرى أرادت المرض لسيدة تكرهها. يعني أنت اللي تكتب السحر، أنت اللي تحبه، هاي المرأة اللي تروح تسوي رجلها رجل لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يقرأ إلى قرآن، لا في ليل ولا في نهار. همزية ماكو شيء يسمع كلامهم. والله راح يهجمون السفينة على راسي وأنا أجيب هالفضاء هذا، أنا حتى جاذبية ماكو هنا. غصون شو راح يصير بينا غصون؟ هذه الأعمال تسبب هجمان بيوت، عقد لسان، تفريق الحبيبين. استفاء. المتبقي 3 ساعات على موعد الوصول. ودي يا موعد وصول هسه شوفي ان حل هالطلاب علي ومعباس، وهو هذا يدرج لي بالفضاء انه بنسحر بيجي قسم وصول. شوفي ان هاي معباس شو مسويت له. هنا تبحث بعض النساء عن ضالتهن بحسب اعتقادهن، جلب الحبيب او كسب محبة الزوج او الرزق، وغيرهن يبحثن عن زوج يكسر قيد العنوسة. مغريات تقدمها صفحات تعمل بمجال السحر والشعوذة، ومقابر عشوائية كانت ملاذا لتحقيق ما يدعيه السحرة والمشعوذون، حيث يلجؤون إليها لنبش القبور واستخراج أعضاء بشرية من الجثث، لتقوم النساء بدفنها في تلك المقابر للحصول على نتيجة مضمونة كما يعتقدنا. الشاب العراقي يريد يتزوج وحدة مثلا أو يحبها، فتشوفي أنه يميل إلى شنو؟ يميل إلى مثلا السحر والشعوذة، ويقول أنك هنالك سحر محبة وسحر التفريق وسحر المعروف إيش، وبالتالي هو كليته بين قوسين هو كليته هو سحر، سواء كان سحر محبة أو سحر تفريق. حلو حلو، يعني مسويت له معباس محبة وياها وتفريق وياها، يعني الناس كلها تصادق وحدة وتخاف لا تسوي لها سحر. انت رايح للسيرفر نفسه ويفيك علينا، بيحثقون عليه بيحثقون بلع. هاي علي اسف حبيبي، والله مو قصدي، اسم الله اسم الله، مو وياك مو وياك والله. دن نحكي غصون، شوفي لنا هاي شنو سويت له سحر شنو؟ يعني بكثره، يعني مش لما كان بكثره يجي على السوالف، ودائما نلزم مره لزمنا ملابس رجاليه. شنو هاي الملابس؟ نسائيه.
يمكن شوات رجالي بقفل الخبزات يجون هنا اغلبيه انا شاهد اليوم شنو هذا؟ اريد اوصل صوره مهمه للمشاهد حتى يشوف شنو اللي جاي يصير في هاي المقبره. لازم تكسر القفل. خلاص والعابه. هذا سحر هذا. هذا مبين. هذا دافني وحافظين ترى زميلي محمد يعني مبين قصدك منبوش يعني. مبين ايه منبوش ومدفون شوفه ظاهر يعني ما يراد له اي واحد يعرفه حتى اذا مو شغلته يعرف هذا سحر الله يطيح حظك كل خرابة عايف لك فانيلة والباس فانيلة والباس قفل والباس وفانيلة الجنطة وين غصون هذا شلون نفكه شلون نصخمه هذا شوفك نسى احنا هنا واحنا معلقين فوق بقي ساعتين على موعد الوصول والله ذبحتينا شوفي لنا حل لهذا الطرقع يا معودة أفا عليك هناك حل إيه 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 كفو ما يجيبها غير أي آية اطربيني بالحل خل أشوفكم الدليفري مال عباس السحار إجا هلا هلا بالعزيز شوف دليفري عباس السحار يوصل للبيوت تمام دليفري تمام أها رش السحر باعوا غشل السحر طبعا ويا ام عباس على الخط هو ام عباس هاي غشيت السحر الله وياك عيني الف هلا عطل بطل تم ابطال سحر ام عباس وعوده علي البصراوي الى واقعه المرير لحظه خلي اطلع بيت راي علي اليوم عشاك اندومي او اقول لك عشا ماك اليوم يلا سيدي شفتك عشا وريوك اروح لك فدوه انا والله عاشت سيرفراتش غصغص قمنا نفك سحوره وعطلنا منظومه سيران مال ام عباس وراح نطبقه بقي 59 دقيقه و40 ثانيه وجزئين من الثانيه على موعد الوصول والله خبصتينا والله العظيم خبصتينا بهالعداد بابا انت حاط شي بالغساله وناسي ناسي لك شي بالاوفن سيدي جاي تقول لك وصول يا غساله يا اوفن وين نوصل غصون وين نوصل الى كوكب الارض العراق بساتين البعيثة على الشارع العام مع تحيات اوقف يا تحيات يا اسخام ده تقول لك كوكب الارض وين وين بالبعيثة يا يما بنص الكتائب يا يما غصون فروي لي السفينة لا تفكلين هوا لا استطيع التحكم في مسار السفينة انظمة الملاحة تتصرف بشكل غريب وغير مسبوق سيدي خذها مني هاي السفينة مسحورة ما تقول لي من يسحر لي علي دوس 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 من يمك من يسحر لي منو معجبيك هذول سيدي معجبيك ما شاء الله اللي يحبوك يموتون عليك هذول مصعدهم رمبك كل خمس دقائق أقوى أنواع السحر اليوم في الوطن العربي الذين يقولون فيه خاصة النساء وغير النساء أو السياسيين الذين يعني لا نستطيع ذكر الأسماء من أكثر زبائنك الرجال أم النساء ومن هم المطلوبون أكثر بالنسبة إليكم والله أكثر زبائننا هم النخب السياسية أصحاب النفوذ الإعلاميين يعني الطبقات الراقية تفضل تفضل ما شاء الله أنت علاقتك كلش طيبة بذولا كلهم هذولا كلهم بسوي لي سحر؟ شو اسم السحر هذا؟ جلب البشير؟ والنوب إعلاميين؟ إعلاميين؟ حيدوش وياهم؟ طبقات راقية؟ سارع علاوي؟ راح نرجع فانيلة والباس وقفل ودليفري رشرش مايات يا ريت على المايات والفوانيل واللبسان علي أنا مو مثلك فانيلات ولبسان موزعات على المحافظات سيد جاي يستعملون مصايب بس ما أعرف شك أحكي لك ما تطلع من حلقي دفضنا عاد مو راح نوصل للكوكب المهجوم خلنا نحكي عاد سيدي ما أقدر أحكي لك بصراحة أخجل باوع شوف اليوم أقدم لكم محبة وخضوع وطاعة عمياء الحبيب إلى حبيبته يعني البنية تطلب هذا الشيء على هاي الشمعة الصب هاي الشمعة طبعا معتيادية هذا الشمع اسكندراني نكمل الشغل كليته ونبزل هي ونختمه على فرج الضبعة اللي هو هذا فرج الضبعة نختم عليه الشغل هذا تشوفونه ما واضح كل زين بالصورة هذا فرج الضبعة هذا الشغل أخوتي نكمله وندزه بالبنية إلى جلب الحبيب جلب الحبيب أو جلب يعني الزوج همين الجلب مالته هذا الشغل كامل متكامل هذا نكمله كليته واحنا ندفن الشغل مال المقبرة وكذا وهاي الشغلات ندزلها فقط فرج الضبعة
تحمله وياها ثلاثة أيام تشوف نتيجة. شنو السايق؟ هذا النوع من السحر يطرح تساؤل منطقي. الضبع المقرود القاعد بالغابة بأمان الله، وضع العاطفي ايش راح يصير بيه ورا ما طيروا منظومة كبلت الضبعاوية؟ يا بشنو حتى سندس يسوي سحر وترتاح حتى لو أي أبو خش لا يباع على غيرها. لا وش ما يحجون على الضبع؟ حيوان عايش على الجيف وفضائل الأسود إذا مرت باكو هو بقى شيء عنده يسوى في الدنيا؟ واحد من عنده يعيش بالخ مو بالجيف. لا هذا السحر حيل سالفة بعيدة. شي وصل الفضاء أول ثلاثة أيام وصير إكسباير. شنو رأيك على الموضوع؟ ها؟ إيه صح. شبيك شو وضعك مو تمام؟ شو ما مرتاح لك؟ ها؟ شنو هاي إيدك؟ إيدك شكو بيدك؟ تي باق علي بشرفك هسه مات شاي. والله ما أريد شاي، رأسي ما يوجعني أصلا. طبعا سيدي هذا شو وصل لي هنا؟ ما أدري سيدي، هنا لقيته يم الجعمقة ما سفيني. علي البصراوي لا تكذب، تم استلام مثل هذه الأشياء داخل حقيبة مرسلة من قبل البيستي أم عباس السحارة. شلون استلمت الذن شلون؟ والله ما أدري سيدي، هي قالت لي اخذ هذا نفتالين مال زوالي ينحط بين الهدوم وحطه بالزوايا مال سفينة حتى يقضي على الرطوبة والريحة. أنا ما أدري حطيته، والله ما أدري بعد يمك الموضوع. بس ذبه من إيدك، ترى هذا بيدك ذبه غصون. شغلنا خاصية الماسح الفائق لإيجاد الحرز الماحق ولمينا بعد شكو نفتالين. كنت أتصور أنه هذا السبب هو مثلاً هذا القط متعور بشيء. طيب. فكل الحالات اللي شفتها ما بيها فد مشكلة بالذيل بحيث أنه تستحق ينقطع الذيل. دزولي فيديوهات من ضمنها فد فيديو يعني منظرة جداً بشع، مستخدم القطة لأجل السحر، وطبعاً هو الشخص علناً دا يحكي يعني مصور فد شيء مباشر وناشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر أمور اللي تخصه للسحر مثل اللي يسوي دعاية لنفسه. فموجودة هذه القطة تخيل يعني لو تشوف منظرها جدا بشع، منطقة الذيل يعني منطقة الخلفية كلها كأنه مسلوخة صلخ. من خلال المواقع التواصل وقارنت ويا الحالات اللي موجودة بالشارع، مثلا اكو هواية قطط اشوفها بالشارع بدون ذيل. بهجت البزوم مالتي ضايع صار سنة تقريبا. بهجت، لا تقول انه ما عنده النوب ذيل، ما عنده مات. لا تخصيص ولا توجيه، ادري بزون لو سعد طعيس هذا. لا سيدي هذول القطط بهجت بزونه. يعني شو شو بيك علي، شو بيك لو ضال مسحور احسن. يلا ابدي لم، شو تقول لك غصون، لمهن كلهن. هاي المواد اللي خلوها من قبل الساحره ومن قبل المشعوذ من قبل، هي باسعار غاليه. نعم، توصل 5 مليون 3 مليون 4 مليون على الفانيلة او اي شيء، عدا سخنا مرات 8 مرات 5 مليون شمعة. افرش زين، شوف بالله ما تقول الخاطر الله طالب جمله. هذا خليه بجيبك، لا تخليه على الميز. هذه لك. لا بجيبك ما ارد اشوفه. شوف بالله شنو اكو بعد هنا، ايش حاطين بعد؟ ما لقد تم إعادة السفينة إلى مسارها الأصلي. علي راح نضل بالفضاء ومره للبعثة. الله بعد ما مكملين لم الحروز والسحر بعدها ما تبطل، شلون تعدل مسار السفينة واحدة غصون؟ كان هذا خلل تقني فني بحت في أنظمة التوجيه الملاحي، وقد تمت السيطرة عليه بواسطة معادلات علمية وحسابات رياضية. عذروني عيني امسحوها بالبروسيسر. يا لحية يا بروسيسر يا امسحيها. وهاي السحورة بالملايين والسلة الغذائية، هاي المسحورة المليانة ذيولة وكتة انتو زواج شو اسوي لكم؟ يعني هاي طبعا تريد الصدق؟ تريد الصدق؟ احنا زواج. هو احنا ليش من نتمرض نروح المعالج روحاني؟ وليش من نواجه مشاكل زوجية نروح السحارة؟ وليش من نريد نقرر قرار مهم ندور على أم خيرة؟ لو نقلب فنجان، لو نقرأ الكيف ونحدد مسار مستقبلنا وحياتنا. علي آخر شيء أردت أقوله إلك، المشاكل ما تنحل بالسحر والشعوذة، سحر وشعوذة والخيرة والفنجان والكف والضبعة وذيول المزازين. مشاكلنا تنحل بالعمل والسعي والتفكير الصحيح،
وبالحقيقة أي مشكلة تحاول تحلها من الساحر أو المشعوذ أنا أضمن لك مشكلتك هاي راح تكبر وتنضاف لها مشاكل جديدة. رحت الساحر والدجال، أنا دا أسوي هيك لأن الموضوع هذا 100 مرة حاشين بيه العالم كله. رحت الساحر والدجال راح تخسرك صحتك وفلوسك وسمعتك واحتمال تدخلك بدائرة ما راح تقدر تطلع منها بسهولة. لذلك أنصحك من توقع بمشكلة وتحاول تحلها بالعلم والتفكير، ولا تعطي مجال لأحد يستغل حاجتك ومشاكلك لمصلحته الشخصية. ودائما اسمع موسيقى موطني. وآخر نصيحة، إذا عندكم سائق خلوه واحدة يسوق واحترموا خصوصيته، لا تطبون عليه الغرف فجأة، احتمال دقاهم طائرات. الزبدة غصون. مرحبا بكم في تقنية الزبدة. بعدما شاهدنا من طرق وأساليب المشعوذين بالاحتيال على الناس البسطاء وأخذ أموالهم، يبقى التساؤل هو لماذا السحر والشعوذة من أكثر طرق الاحتيال انتشارا بالمجتمع. وصل الأمر بالمشعوذين إلى التجارة، جثث أطفال وتحديدا أدمغة الأطفال، نعم أدمغتهم، لأنها مكون أساسي بالشعوذة السوداء عند بعضهم، ويفضل أن يكون دماغ الطفل مدفون حديثا. وإذا تم أخذه من ثلاجة الطب العدلي مباشرة فيصل السعر ويتعدى $7,000 للدماغ الواحد. وأيضا هناك البيع والشراء بالجثث المدفونة حديثا، وهنا الأسعار تحدد بمقاييس منها العمر وحالة المدفون وجنسه وأسباب الوفاة أيضا، بما معناه سعر الميت بسبب حادث سير أغلى من الميت بسبب المرض، والميت كلما صغر عمره ارتفع سعره. ويوجد جدول محدد به الأسعار، فضلا عن ممارسات مرعبة أخرى، الكثير من النساء تتعرض للاغتصاب والتصوير بأوضاع مخلة بالآداب تحت تأثير المخدر والتهديد بالفضح والابتزاز إذا لم يقمن بإعطاء مبالغ تصل للملايين، الأمر الذي يؤدي إلى بعضهن للخلاص من هذا العذاب. وهذا غيظ من فيض. حبيبي على وشونك، شو صحتك؟ شرفت. الله يحفظك، تحياتي من نون. يعني استاذ نجم حبيبي، استاذ احمد حبيبي، شلونك؟ شو اخبارك؟ هاي عاليه اضربها والله. لا عفا اوه لا تخرب ولي جدد حبيبي. استاذ احمد، اطفال العراق شلونهم؟ مشردين مشردين. مشكله صفقه استاذ نجم. الحمد لله على السلامه، ما شاء الله وصلتنا الفضاء. انت تشفت قبل؟ وديتني رغما عني. أني أقول لك حقيقة بس ما تزعل. يا الله، شوف سيادة الرئيس، نعم، تنقلتني من كوكب، نعم، إلى كوكب آخر، نعم، مارست وياه دكتاتورية مقيتة، نعم، على أقل تقدير اسألني ليش موديني فوق. يعني قلت تغيير جو، أنت قاعد جو هناك وهذه وتعصب دائما بالاستوديو، قلت اليوم نطلع شوية من الاستوديو مالتك وتجينا هنا ناخذك فرة، نروح على هذا الكوكب وهذا الكوكب على السريع، نشوف كم مخلوق فضائي ونرجع. بس انت مخترق. انا مخترق؟ شلون؟ لان انا طلعت وياك الى كوكبك الاخر. ايه؟ انا شايل ممنوعات. عادي، كل شيء مسموح هنا انا حبيبي. كل شيء مسموح. اشوفك؟ مسموح على دولتي براحتي، انا احط القوانين. شوفني. شوفني. عندي علج. يا الله. وعندي سبحة. لا عموما ماكو شيء ممنوع هنا حبيبي. يصير هناك؟ صدر قانون جديد يسمح بشيل السبح والعلوج. تعرضت لمحاولة اغتيال؟ اي. شو وقت؟ وحده كانت بساحه الحريه على اثرها بالليل خبرني سعد البزاز. قال لي شنو هذا الخبر؟ قلت له هيك. قال لي باكر تجيك تذكره طيران وتجي الى عمان. فعلا جيت. الرجل انا اقدم له كل الاحترام، كان موقف. القصه الاخرى متفجروا بيتي عليه. اوف. وين هاي؟ بحي العامل. بيا سنه؟ منطقتي. بيا سنه؟ 2000، نهايه 2010 او بدايه 2011. انا دخلت سيارتي طبيت، انا ما متغدي. قلت لزوجتي سوي لي غدا. فذبيت بدلتي، نزلت على الدرج. علي جيب المعدات حبيبي، يلا جيب المعدات يلا.
انطل عمك الورق يلا تفضل استاذ. شوف استاذ نجم اوامر اداريه راح نسوي الاتي راح اعطيك الكاميرا وانت تقفل بهذا اللقاء وهذا الورق في حال تريد الشقة تعصب تشمر كيف براحتك احنا راح نخليك براحتك فانت اختم اللقاء يمك هاي الكاميرا مالتك اوجه رساله للعراقيين احنا راح نروح ناخذ لنا فره بهذا الكويكي ونجيك من يشو ها من يشو اوتو بايلوت غصون موجود لا تخاف يلا نشوفك ان شاء الله اختم يلا تصبح على خير تصبح على خير مع السلامه استاذ يلا مشاهدينا الكرام هذه اخر اعترافات احمد البشير اخذني الى عالم اخر تركني وحيد مشاهدينا الكرام انا ما اعرف انا بالسفينه يقول الباب انقفل لكن للامانه كان حوار وحلقه كانت يعني انا كنت اتمناها من زمان لحبي لاحمد هاي اوراقي اللي اخر شيء تركها احمد الي وظليت بوحدي وانا والمي واواجه بي قدري الك سياده الرئيس